طبعا انا كنت هتكلم على حاجه تانية خالص غير الموضوع بتاع النهارده ده، بس هي ده حدث لازم اتكلم عنه. ولا شويه حاجات كده حصلت لي برضه عشان تبقوا عاملين حسابكم، بس يعني هقول انا بفكر في الموضوع ازاي كمان. عامه طبعا اللي شاف الفيديوهات قبل كده هيلاقي ان انا ما بطلعش اصلا من غير الخواتم، بس فعلا مش قادر اخش خالص اجيبهم. انا هو التطعيم مفرهدني بصراحه، عشان بس نبقى ايه، اول مره كنا رايحين ناخد التطعيم انا ومنا، احنا قدمنا زي الناس بكل ما بتقدم طبيعي، بعتنا على اللي هو الموقع اللي هو بتاع الدوله، فالمهم جالنا الرقم بتاع اللي هو التطعيم، يعني اليوم بتاع التطعيم. فاحنا بمنتهى الصراحه هو احنا اصلا خايفين خايفين قوي، يعني اللي هو حاسين اللي هو بنظريه المؤامره اللي كنت بقول عليها على الانستجرام دي اللي هي من كام يوم، من يومين. من وجهه نظري حاسس ان هو انه هي الناس مش عارفه ايه اللي المفروض الصح، ومفيش حاجة ثابتة لكل حالة من حالات اللي هو الكورونا، ومش عارفين بتتنقل ازاي بالظبط 100%، فكله بيحرص بزيادة، فبيقولك تلبس الماسك وتبعد المساحة او المسافة بينك وبين اللي قدامك، وما تمسكش الحاجات وترش كحول، وفي حد بيجيله جلطة لا ده مش منها، واحد بيجيله على بطنه، واحد بيجيله على صدره، واحد ما بيعرفش يتنفس، واحد بيعدي، واحد مش بيعدي، كمية حاجات. فانا مش مقتنع ان حد عارف اللي هو الصح فين، يعني انا جاهل، واحد جاهل بيتكلم على يوتيوب ما يفهمش حاجة. هو انا شايف انه محدش واضح له الحاجة، لانه كل كيس بيحصل فيه حاجات عجيبة عن التاني. فاحنا صلينا استخارة يوم جالنا التطعيم، اللي هو جالنا اللي هو اليوم اللي احنا المفروض نروح نطعم فيه. صحينا الصبح فاهد حرارته 39، مش بيتحرك بيصوت، فقلنا يا نهار اسود ايه ده، بس لا مش فارقه، ده اكيد مش علامه كده سريعه، احنا هنستنى بكره. مامت منا كانت مسافره، هي ساكنه جنبنا، قالت انا جايه بكره ان شاء الله، فهاتوه وروحوا اطعموا. الطياره بتاعتهم اتاخرت ما عرفتش تيجي، وجت اليوم اللي بعده بالليل، فحسينا ان واضح ان دي علامه، فخلينا نستنى احسن. وفعلا استنينا بتاع مثلا الكلام ده من فتره، بقاله مثلا 3 4 شهور، مش فاكر امتى، 3 4 شهور مثلا حاجه كده. المهم اول امبارح واحده اتصاحبت منا، قالت لها ان هي راحت الطعام، قالت لها تطعمي فين، طب ما تيجي نشوف الرقم بتاعنا، ممكن مش عارف ايه ان احنا نروح نطعم هناك. طلع ان هو ممكن نروح نطعم في حته هي برده راحت الطعام فيها، فروحنا كلنا. وبصراحه هم قالوا ان احنا ممكن لو رحنا نقدر نحاول مع الناس ان احنا ناخد فايزر التطعيم. في ناس قاعده بتقول لك اصل تزنك احسن عشان الناس اللي مش عارف بيحصل لها ايه فانا بصراحه كلمه فايزر ممكن برضو، ما يعني قصدي لو انا هاخد حاجه فيها مؤامره اخد حاجه فيها مؤامره اسمها معروف، فانا فايزر ده ريحنا اكتر ما احنا بنسمع مثلا استرازينيكا والصيني سينوفورت ولا مش عارف اسمه ايه. فقلنا طب خلاص تعالوا ناخد الريسك ونروح. وحتى فعلا لما رحنا هناك الناس قالوا لنا اه لا انت طبعا هتاخدوا استرازينيكا معانا صح، قلنا لا بصراحه يعني احنا عايزين ده، وقالوا لنا طب ثانيه هنحاول نعمل حاجه ونشوف الرقم ومش عارف ايه. المهم عرفنا ورحنا. لازم تبقوا عاملين حسابكم على حاجه، هو احنا الحته اللي احنا رحنا فيها كانت في الهرم، مكتب الصحه هناك هو اكيد ممكن الناس اللي بتموت والحاجات دي، هو الناس ممكن تموت اصلا من الاحتكاك الرهيب اللي بيحصل في اللحظات دي اصلا. في ناس جوه مكتب الصحه واقفين كلهم عشان ياخدوا التطعيم، مفيش حد فيهم لابس كمامه اصلا. فدي اول حاجه، انت لو هتعمل الخطوه دي اصلا لازم تروح مأمن نفسك بزياده، الناس واقفين كلهم لزق كده على الباب، والست اللي هي الدكتوره بتقول لهم يا جماعه اللي هيطعم بس هو اللي يبقى هنا اطلعوا بره، وهي لابسه كمامه هي والناس اللي معاها، بس هيموتوا هيموتوا مش عارفين يعملوا ايه. خدنا التطعيم زي ما انت شفت في الصوره في انستجرام، خدنا التطعيم وروحنا. طبعا من الهاجس اللي بيجي الواحد طبعا من كتر الحاجات اللي بيسمعها، هو انت بتسخن، في ناس جالها جلطات بعد ما خدوا التطعيم، فانت خلاص اوريدي مخك موسوس باشكال مختلفه في حاجات كتير. فانا اول ما ركبت العربيه ما فيش نص ساعه قلت اه انا الهضم بتاعي سريع، مع ان هو ما فيش هضم ده في العضل، الهضم بتاعي سريع، انا حاسس ان انا مدروخ سنه. قلت لا انسى، رحت مكلم واحد صاحبي ايه النظام يا معلم مش عارف ايه، انا لسه واخد تطعيم، ما تيجي نروح ننزل نفطر او حاجه وكده. المهم رحت فطرت، طبعا اعتبرت نفسي ان انا اصلا عشان واخد التطعيم فمحتاج غذاء، اكلت مثلا بتاع 5 سندوتشات بيض وسجق وكبده وكذا، واحد كذا واحد بيض يعني وكبده وسجق، فحسيت ان انا اتمليت، ما حسيتش ان انا اتحسنت او الدوخه راحت او كده، بس قلت قشطه، لا انت شكلك كده محتاج ترم عظمك، معلش مش مشكله النهارده، رجل الكهف ممكن يستنى شويه. بس برضه روحت البيت، رحت اعمل 4 بطاطات كلتهم وشويه لحمه معاهم، حسيت ان انا جسمي متلخبط، يعني حسيت ان انا اللي هو ورا عينيا سخن كان في تراب، عارف لما الدنيا فيها تراب، بس حاسه من جوه دماغي نفسها سخنه، في حاجه كده ميتان، يعني اللي هو في حاجه بتحاول تتحكم فيا. بس انا يعني التمرين مثلا لما بتعب بتمرن عشان اللي هو لا يا ابن الكلب يا فيروس هقتلك. لقيت ناس بتقول لك لا انت ممكن يجي لك، على فكره كذا حد جاله جلطه بسبب ان هو يوم التطعيم اتمرن. فانا طبعا حاسس ان انا اللي هو اكيد لو عملت اي حاجه هموت، فرحت مثلا ايه ماسك الكاتل بيلز، فاكرين التمرين اللي نزلتها على الانستجرام دي، ان انا بمسك اللي هم الكاتل بيلز كده وماسكهم وواقف بيهم ثابت، افضل واقف فيهم كده مثلا، عملت لي بتاع 10 مجاميع مثلا، اللي هو لا بص مش هتخدعني يا فيروس. المهم ان انا اخلي مخي يتلهي عن فكره ان انا اصلا عندي هبوط تعبان
تعبان بتاع، قالوا لي لازم تاخد بنادول، وفعلا خدت بنادول. ما حسيتش هو بيعمل ايه بالظبط، بس اللي هو قالوا لي ده يأمنك يعني، لو على اساس انت لو هتسخن ما تسخنش قوي، لو هتصدع ما تصدعش قوي، مش عارف ايه. فاخدت بنادول، 2 بنادول اكسترا. في ناس بتقول خد الازرق ما تاخدش البنادول الاحمر، انا خدت 2 اكسترا على الساعة 6 مثلا او 5، وخدت واحدة تانية قبل ما انام على الساعة 10:30 مثلا 11. ما كنتش عارف انام قوي، حاسس ان انا جسمي متلخبط كده في السرير، مش عارف انام، مخي صاحي بس تعبان. بس المهم اليوم عدى ونمت وصحيت عادي، حاسس ان انا لسه مكسر. فضلت كده برضو نفس اليوم، ولعبت شوية بطن بس اللي هي المشية بتاعت رجل الكهف دي، وشوية بطن خفيف على اساس برضو ان انا ما ادخلش نفسي مود التعب ان انت لازم تريح وكده. والنهاردة ده اللي هو اليوم الثالث، رحت اتمرن تمرين بنش وتراي كتاف اللي هي تمرين البوش الدفع. يعني حاسس ان انا لسه جسمي مش في حاجة غريبة لسه، بس الحمد لله اللي هو معرفش ايه النظام. بس انت دلوقتي نيجي لسؤال مهم جدا، تنصح بان احنا نطعم ولا لا؟ انا لو كان عليا ما كنتش هطعم اصلا، بس لقيت ان هما بيقولوا لنا، وده من الاسباب اللي خلتنا نروح. انا ما قلتش كده اصلا في اول فيديو مش عارف ليه، بس قالوا لنا ان انتوا لازم تروحوا تطعموا، عشان من بعد يوم تقريبا 15 او 20 يعني الشهر ده، اي حد هيروح اي مصلحه حكوميه عشان يطلع اي ورق مش هياخد الورق بتاعه غير لو معاه، لازم يبقى معاه ورقه ان هو الطعام. ولو عايز تسافر محدش هيسافر من غير التطعيم، فممكن تبقى عندك كوسه بقى، حد واسطه تزور لك حاجه بتاع. بس احنا يعني بنقلق من الحاجات دي، ما بنحبش ان نشيل نفسنا جمال بالاشكال دي، وما بنطلبهاش عشان ما نبقاش كده، وعشان ما نعرفش بره. انت يعني احنا هنا ممكن احنا في وسط بعض بنكوس الحاجه وبتعدي، بس انت ممكن تروح هناك بعد ما تسافر انت جوه اي بلد مثلا. احنا اصلا ما فيش خطه سفر اولا، واحنا مفلسين يعني. ممكن تروح هناك لو سافرت وتلاقي حد بيقول لك ايه ده يا معلم، انت حرامي ولا ايه اللي انت عليك اكس، مش هتخش البلد تاني، يعني البتاع ده متزور مثلا، وارد تحصل. فبس انا قلت اقول لكم وامن نفسي، وبس يعني ان شاء الله يعني تبقى حاجه اصلا ما تبقاش فعلا مؤامره. يكونوا انا عايز اجيب شويه، بيقولوا لي حاجات مغناطيس واحطه على دراعك كده، انا عايز اجرب الموضوع ده، هبقى اجربه كده واقول لكم. يعني حتى ممكن احطه على الانستجرام ولا حاجه، لو طلع المغناطيس مثلا بيلزق كده هنا يبقى في فعلا شريحه اتزرعت في جسمي. و اشوفكم ان شاء الله. لا والله طبعا ده انا مش هموت، حتى الشريحة هتولع وتتحرق، بس شعرها ما بيموتش. انسى. شكرا يا جماعة اني اتفرجتوا، سلام.